مساء الخير مشاهدينا وحلقة جديدة من الشف رياضي، ولكن حلقة غير اعتيادية. حتى المقدمة لازم تكون غير اعتيادية. أكلتنا من التاريخ، ومعانا نجم من نجوم تاريخ الإعلام الرياضي المرئي دكتور ماجد العدوان. مساء الخير. مساء الورد. كيف الحال؟ سهلا دكتور. شابو. مساء الخير بيشمون. أهلا وسهلا فيك. المشاهدين أينما كانوا، رمضان كريم والعيد على الأبواب، كل عام الوطن وقائد الوطن والأمتين العربية والإسلامية بألف خير. كل عام وأنت بألف خير. كرامل. كيفك أنت ورمضان؟ والله أنا ورمضان يعني كويسين، العلاقة جيدة. عصبي؟ ولكن لا 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 لا، أنا في رمضان بجوز بحكيش بالنهار 10 كلمات. أو يعني ما بتضحك؟ ما حدا يقربك. بقدرش. ما حد يقربك أبدا. لا ولا. يعني أنا بفضل الصمت. ضلك ساكت. يعني بهدوء، كل شيء بهدوء. ماسك يعني حالك. ما بختلط وما بطلع. ما بختلط أنا. أوكي. يعني ما بيتوتي. أوكي. 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 أهلا وسهلا فيك دكتور، نورتنا وأنا كتير مبسوطة بهاي الحلقة. مبسوط معك ميسونة. واليوم الرشو رشوف ولا رشوف؟ بالبلقاوية رشوف. أوكي. يعني عند معظم البدو رشوف. عند أولادي ما دبوية. رشوف. 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 وفي حمص وفي من غير حمص. في حمص. وبغير حمص، وبالمناسبة هي حمص وليس حمص. لا هاي من مكان خطير. هاي من مكان خطير دكتور. هلا حنحكي عن كل هاي التفاصيل. بس نحكي للمشاهدين الوصفة تاعتنا. رز مصري حبة صغيرة مغسول، هلا حنقعه بمي مغلية. جميد. جميد. بصل، عدس، خلص هاي تخيلوا. والسمن طبعا هاي. السمن حيكون معانا، حنقلي فيه البصلات. نعم. أكلة خفيفة لطيفة بتستاهل إيش؟ وبقدر عليها إيش؟ كل بيت أردني طبعاً. أكلة لطيفة خفيفة تاريخية، يعني ضاربة في تاريخ، نحكي المطبخ الأردني والشامي بشكل عام. تميل للشتوية. أيوة. فضلها بالشتاء لأنها حامية. ولكن الأيام هاي تطبخ، يعني فهمت علي كيف؟ حتى في رمضان. 100% دكتور. كيف بلشت التعليق الرياضي؟ شوف السؤال وانا بالجامعه والله ما حدا بيعرف كثير. اقلد المذيعين الكبار الجهابده، يعني مثل مين؟ ابراهيم شاهزاده، مثل كساب سماوي الله يرحمه، مثل اخوي صديقي محمد الوكيل. يعني كنت اوقف واقول ماجد العدوان واشنطن تلفزيون الاردني. كنا نمزح مع بعض بالجامعه. وكان في انت درست رياضه صراحه في البدايه الى هناك. ربما انا كنت محظوظ جدا لأنه يعني كان عمي بالتلفزيون وكان خالي بالتلفزيون. أيوة. كنت أروح على التلفزيون وأنا بالمدرسة بالثالث إعدادي بأول ثانوي وبالتوجيهي، وكنت أعرف معظم شباب التلفزيون، فحبيت المكان بصراحة يعني. وما زلت أحبه وسأبقى أحبه. كان بتهيأ لك وإنت بتقلد الشهابذة اللي حكيت عنهم إنك تكون أحد أعمدة الإعلام الرياضي؟ بقلت لك أنا ترى محظوظ جدا ميسون، لأني أنا عندما بدأت بالإذاعة الأردنية قبل 27 سنة داخل بال28. والحمد لله يعني تدربت على أيدي الله يرحمه جبر حجات، نبيل أبو عبيد، محمود أبو عبيد، كوثر النشاشيبي، نداء النابلسي. بتحكي عن أسماء اللي كنا نسمعها وإحنا صغار، ونصها على المدرسة على صوت الراديو على صوتهم، فهمت عليك؟ وبالتلفزيون على أيدي طبعا المدرسة اللي بعتبره أنا مدرسة في التعليق الرياضي اللي هو الأستاذ محمد المعيدي طبعا. فكنت قلت لك نعم يا أخي أنا محظوظ. أنا شايف حالي ما شاء الله. وإنت عاصرت هاي الناس، هذا حظ بذاته زي ما أنت بتتحدث. صح. انك عاصرت هاي الناس. طبعا عاصرت هذه الناس. اعطوك الفرصه انك تتعلم يعني. من رحمه تعالى منهم ما زال طيب الله يحفظه الصحه والعافيه ويرحم الاموات جميعا. ولكن نشوفي كيف حتى للشباب اللي موجودين الان في الفضائيات العربيه الكبرى شبابنا، يعني كنت برضو تزاملت معهم واستفدت منهم الكثير، وانا بفتخر فيهم جميعا. هم الان هم اللي بنوا الاعلام العربي بشكل عام. وبالمناسبه يعني اول من قال هنا الرياض اذاعه المملكه العربيه السعوديه محمود ابو عبيد. يعني شوف المذيع الاردني هو الذي قاد الإعلام العربي بشكل عام. صحيح. وما زال حتى الآن يعني هو خلينا نحكي دائما موجود بالصفوف الأولى، السينيور في كل مكان، في القنوات الضخمة اللي ذكر أسماء هم موجودين. لما نسافر على هاي الدول على قطر على دبي، ولما نقعد هناك يعني كان قاعد بعمان، كان قاعد بالتلفزيون. أبدا. حالي قبل 20 سنة. ليه ما احترفت؟ والله ما احترفت لعدة شغلات. أولا عرض علي يعني أكثر من مرة طبعا. أنا بعرف 2007 عرض علي، وبعد ذلك عرض علينا. ولكن شوفي كيف أنا طبيعتي هيك يا أخي، مرتبط بابني وأبوي كثير. ثانيا
مرتبط بالأردن ما بقدر أنا يعني يعني هذا الماكسيمم 10 أيام إذا ما حطيت كاسة بريق هالشاي أبعيد الأردن إذا ما حطيت بريق الشاي على النار بقاع سدرة بقاع الغور ما بزبط. هنحط العدس وأسألك عن عائلتك وأطفالك هاي كاسة عدس لغاية ما تغلي 5 دقائق عدس نغليه أول شيء صح؟ نغليه بده يغلي بعدين حنغلي شوي بالمناسبة يعني لا الرشوف سهل مش قوي سهل على صراحة يعني احكي لي يا دكتور طبخت بحياتي بتذكر شو طبخت شو عملت والله مره واحده طبخت بحياتي وتفاجأت انه ما ناس اكل والله شو الاكله كانت يقطين ويقطين كمان انت طالع علي كبير يا دكتور فانا استغربت ليش ما اكلوا يعني قلت انا باكل لحالي كمان انا ما اكلت رح اطلب الدليفري دكتور خبرني اكثر عن عائلتك عن اولادك عن ابنائك ستي يعني أنا بجوز بعد أيام أحتفل بالعيد 22 من الزواج أها من صديقتي يعني الصديقة والرفيقة يعني وال... أم محمد الله يطول عمرها الله يطول بعمرها كل عام وأنت بألف خير يا أم محمد وعندي محمد وباسل ورينا ما شاء الله محمد طبعاً هو يتدرب في دور المحترفين مع أي نادي؟ حارس مرمى الآن هو مع الأهلي مبدئياً. أيوة. مع نادي الأهلي في دور المحترفين ما في شيء رسمي طبعاً ولكن هو مع هذه المنظومة باسل بيلعب بسن 17 أيضاً بشباب الأردن. شباب الأردن. نعم رينا تلعب ملاكمة. أيوة مربيتهم. تلعب ملاكمة. شرسة مربي الشباب. شرسة شوية. مغلبيتي بالمدرسة. ليه؟ بتعمل مشاكل. خليها جدعة. أنا بقول دائماً خليها جدعة أنا لازم معها. تكون شرسة وخشنة وقوية لازم نعم 100% لازم تكون زي هيك يعني لأن طبعاً. المجتمع وطبيعة الحياة تحتاج إلى أن تكون ذئباً دائماً 100% وهذا ذيبة وإحنا اللي شايفينه يعني هذا لازم تكون الوحدة ذيبة طبعاً وأنا بحب طبيعة بنات الأردن بشكل عام وزميلاتنا وكذا حسهم رجاليات يعني برتكن عليهم يعني الأردنية بتركن عليها بصراحة مش قصده جعافر قصده أخوات رجال يعني لا هنا ما شاء الله شوفي أنا رحت على دول كثيرة لفيت العالم أنا حتى جينيرو وصلتها بالتعليق على الأولمبياد حنحكي عنها شوفي بصراحة المرأة الأردنية من أجمل نساء الوطن العربي جد يعني وبتسألي واحد يعني لاف وشايف طبعا يعني أنا رحت على كل الدول العربية الأفريقية الآسيوية الكذا الكذا شوف أنا بشوف المرأة الأردنية والبنت الأردنية هي أجمل بنات الوطن العربي إذا تكون في العالم بصراحة سبحان مو بس عشان الشكل العيون والحواجب لا الصفات اللي تتمتع فيها البنت الأردنية صفات يعني ما شاء الله مستمدة من, صح. من 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 رجال وبنت رجال متها برجال صح ولا لا 100% طب متخيل حالك بيوم من الأيام وأنت بتعلق على مباراة فيها أولادك شو بده يكون شعورك صعبة شوية أكيد الكرة عند محمد محمد لباسل ومن باسل لمحمد فش غيرهم بس وإذا أي واحد جاب جول بقول ابني اللي جاب جول اللي صنعه بمشيها خلي لك ياهم يا ربي وان شاء الله هيك بتشوفهم باعلى المراتب الجامعه بالمناسبه ما شاء الله ايش بدرس علم حركه وتدريب رياضي أوف. نعم مدرب في احدى طبعا المدارس الكرويه والباقيين صغار ان شاء الله السنه الجايه توجيه ان شاء الله ان شاء الله يا ربي دكتور انت بايش دكتور انا دكتور في الاعلام والتسويق الرياضي من كليه العلوم التربويه في الجامعه الاردنيه وبتقدير امتياز أنا كثير ناس هذا بسألي هذا السؤال دكتور إيش أنت؟ أنا بسأل أنا بالمناسبة أنا معي أحمل درجة الماجستير في الإعلام بتقدير أحمل درجة الدكتوراه من الجامعة الأردنية في الإعلام والتسويق الرياضي عن دور القناة الرياضية الأردنية في تفعيل التسويق الرياضي دراسة كبيرة وهي طبعا الأولى من نوعها بالتأكيد يعني لأنه ما في رسالة تتكرر أو طروحة تتكرر وبالتالي هي متخصصة في الإعلام الرياضي حتى في الماجستير الإعلام كتبت في الإعلام الرياضي عن الثقافة الرياضية في برامج التلفزيون الأردني يعني أنا متحيز شوي للتلفزيون لأنه مدرستنا وبيتنا الثاني معروف يعني طبعا نقول في أكثر من نقول بالبيوت طبعا لذلك طبعا محاضر في إحدى الجامعات الأردنية الخاصة والحمد لله رب العالمين وبالإضافة أني أنا معتمد محاضر في اتحاد الدول العربية اتحاد إذاعة الدول العربية اللي هي الآسبو وتشرفت بأن أكون معلقا على نانجينغ بالصين بالإضافة إلى جينيرو 2016 دورة الألعاب الأولمبية بس عندك ألقاب كثيرة دكتور كمان يعني أخذت جوائز كثيرة أنت يعني شوفي كيف أنا بعتبر الجروب الإعلامي بشكل عام أو جروب أي برنامج يعني إذا نجح هذا ميسون شركة والمصور شريك وفني الصوت شريك صح. والمخرج شريك وكله شريك بالموضوع صح وبالتالي نعم الألقاب اللي أخذتها أنا هي جهد زملائي أكثر مني
يعني كأنا حامل لقب أفضل معلق رياضي أردني الثالث على مستوى الوطن العربي في جائزة زاهد القدسي في جدة السعودية، رحت على جدة وكرموني هناك، بالإضافة إلى كرمت مؤخرا في مصر من اتحاد المنتجين العرب جامعة الدول العربية. أنا بحب أركز دائما على المظلة الرسمية جامعة الدول العربية، طبعا لأنها من أفضل وأقوى 100 شخصية في الوطن العربي تأثيرا مؤثرة في المجتمعات. صحيح. أنا على الإعلام الرياضي وبعتبر حالي يعني شوي مؤثر بالإعلام الرياضي. لا مؤثر، وما أنت كل ما بتعمل كلمة بتصير ترند يعني يا دكتور. شوفي إن الجمهور يحبك هذا إشي كبير وإشي عظيم، تمشي عليه كيف؟ يعني أنا بقول أنا مو مليونير بس أنا عندي رصيد بالشارع الأردني، بجمهور الوحدات، بالفيصلي، بالرمتة، بالحسين، بكل أندية الأردنية، هذا رصيدي أنا. صح. أنا لما أكون ماشي بالشارع يقولوني شباب ويحكوا بعض كلماتي أو يسلموا علي أو يصوروا معي، بالمناسبة يعني عندي إياها أفضل من كل ملايين الدنيا. صح. يعني محبة الناس، لأنه المحبة هذه من الله. في البعض ما بيحب تعليقي، بس ايش هو ترى بيحبني شخصيا، لو كشخصية بيحبك المعلق. مش ماجد المعلق، لا ما دخل، احنا بنحكي عن تعليق. في بعض بيعتبرني متحيز، يعني مثير للجدل، مثير للجدل. بتحب تكون هاي الشخصية؟ مو قصة بحب وما بحب، شوفي كيف المعلق أو المذيع بشكل عام، بالإضافة إلى الخبرة، إلى الدراسة الأكاديمية، وبالإضافة إلى الثقافة، هي عبارة عن كاركتر تقبل أو لا تقبل في الشارع. في ناس بطلع يعني أو مذيعة مواصفاتها مثلا ما شاء الله ملكة جمال، على يعني مس وورد أوف ذا وورد، صح بحكي ولا غلط؟ يعني أنا ملكة جمال العالم. ولكن خلاص أنت على الكاميرا ما بتستسيخها. في ناس بطلع مثلا ما عنده صفات جمال الناس بتحبه على الكاميرا. صح هي كاريزما. أنت عفوي، كاريزما كاريزما هي أو كاركتر. كل ما كنت تعفوي، كل ما كنت صادق، كل ما كان اللي موجود هون موجود هون، كل ما كنت أقرب. بس أنت دكتور عندك من الصدق الكثير، من الصدق طبعا. هلا هو كمان في شغلات بتنحكاش على الهواء يا دكتور، ماني فاهم عليك. انا بقول لك انا شو اللي احنا، انا بقول لك شو اللي بواجه هذا اللي ميزك. شوفي كيف في ناس كثير من بقول لك يا اخي المعلق ليش ما يحكي، في ناس طبيعته يتقبل، في ناس لا يتقبل. انا بالنسبه لي احمل الرقم القياسي في عدد الشكاوي على موظف الإذاعة والتلفزيون. أنا اشتكت علي وزارة الشباب، واشتكى علي الاتحاد، واشتكى علي الفيصل، واشتكى علي الوحدات، واشتكى يعني بعض الناس ما اشتكى علي، والحمد لله رب العالمين. وبالمناسبة والله إني يعني مو أنا كنت صادق، يعني كنت وجهة نظر ولكن لم تعجب البعض. وبالتالي بالمناسبة حتى اللي اشتكوا علي كنت لما ألاقيهم بالأحضان ومباوسة. وأنا بقول أنا مسامح الكل، مين ما يكتب عني بالتواصل الاجتماعي يعني يجي فيا وكذا، في ناس بعتك مسبة يعني تعليقين. صح. في ناس بقول لك يا أخي أنت كذا أنت كذا، أنا مسامح الجميع، فاعفوا واصفحوا دائما. هذا المثال الموجود عندي. حنحكي الآن عن توجهاتك وحنحكي عن تفاصيل أكثر، ولكن بعد أول فاصل. أوكي تايم اوت. مشاهدينا اكيد مكملين معاكم بطبخه الرشوف مع دكتور ماجد العدوان. الرز صار على النار، احنا سلقنا شوي العدس، حنسلق الرز شوي وبعدين حنحطهم كلياتهم مع الجميد. كيف انت والجميد والمنسف والاكلات العتيقه الحلوه هاي؟ في كل شيء، في لبن عشق. جميد او مقيم هو طعمه زاك. صح. محبب، والكل بيحبه، حتى الاطفال اكثر شيء بيحبوه بيميلوا له. في لبن، حتى كوسه على لبن، محشي على لبن، او فتيتة بلبن، او كله يعني كله يعني. طعم خاص. انا بدي ارجع هلا لورا شوي. انت حكيت لي ميسون انا مسامح الكل، ليش؟ انا شوف انا مسامح الكل لانه كنا اسره اردنيه واحده والحمد لله رب العالمين، تربطنا العادات والتقاليد والدين والعقيده واللغه واللهجه وكل شيء. بالتالي احنا كأردنيين كنا، انا بعتبر العائله الاردنيه الواحده، وسيدنا ابو حسين الله يطول عمره، الله يطول عمره، لذلك كنا اخوان وكنا بنسامح، شيء طبيعي. يعني شوف الفيصلي غالي على قلبي، كمان الوحدات بالمناسبه غالي على قلبي. استنى والحسين والرمتة، عارفه ليش؟ حرقت لي السؤال يا دكتور. لا اقول لك ليش. ميسون كل الاردن يا الخرات ويا العمات. صح. ويا النسايب واهل هيك انا بعتبر. طيب احنا بنعرف انه ميولك فيصلاويه. طبعا شيء طبيعي. يعني غلط المذيع يحكي فيصلاوي، يعني من 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 صغري انا فيصلاوي. غلط المذيع يحكي انه فيصلاوي؟ لا طبعا مو غلط، مو مبين. يعني انا يعني انا لو ماجد يعني حكيت انا مو فيصلاوي، ناس بصدق؟ ما بصدق.
يعني اسم العيلة ارتبط باسم نادي الفيصل من اسم النادي طبعا ما يقارب قرن من الزمان عليك او يعني بس انت يعني المدرسه طبعا وبالتالي انا فيصلاوي ولكن مو متعصب ايوه يعني لعب الفيصلي شفت الفيصلي ادى اداء جميل حتى لو خسر بكون راضي عن ادائه اذا فاز بنبسط اكثر اذا خسر وشفته ما ادى ما بلوم نفسي بقول يعني يستحق الخساره زي الطالب اللي بدرس وبنجح والطالب اللي ما بدرس وما بنجح اللي بدرس وما بنجح بيقول خربط لي كده الاربعاء ولا خميس اللي بدرس وما بنجح تسأل عليه صح واللي ما درس لو ما نجح ما بتسأل عليه مش فارقة نهاية مش فارقة يعني طيب بس أنا بحب أشكل جماهير الأردنية اللي عنيتها بصراحة طب أنا يعني عادي المذيع يعترف شو بيشجع أنا في ناس نامني إنه حياته وين بميل طبعا شيء طبيعي يعني كل بكل العالم معروف حتى على مستوى العالم المذيعين أو المعلقين يبدو ميولهم يبين إنه يعني مثلا مين بيشجع ومين كذا ولكن شوفي وين بتكون المشكلة وين إن إذا علقت عليه مثلا أن تعطيه أكثر من حقه فهذا لا يجوز خو يأخذ حقه والفرقة الثانية يأخذ حقه ولكن عن الميول القلبية لا تسألني في ناس بتجوز أربعة بحب واحدة من الأربعة أكثر إشي هذه الميول القلبية ولكن بيعمل عدالة بين الأربعة مظبوط أنت ما عجبك السؤال والله ولا واحدة من البنات عجبها هلا الحكي هذا أربعة يعني خلينا على هو واحدة الواحد ويدوب واحدة ويدوب والله شوفي كيف ما هو في شرط العدالة صح إذا ما عدلت لا واحدة ولن تعدلوا أما إذا تقدر تعدل والجيبة مليانة والله أنت حر وغادها أم محمد تحياتي لإلك لا أنا بالنسبة سفيرة لي النوايا الحسنة أنا بحكي عن غيري مو عن حالي أيوة لا أنا أيوة مسلم. إحنا خلاص مسلم بالراية زمان مسلمة حطينا الجميد إحنا على الرز والعدس عن التفاصيل التفاصيل سلقنا شوي العدس سلقنا شوي الرز المنقوع المصري بعدين حطيناهم على بعض وحطينا عليهم الجميد وهلا حنتركهم يعني اخلط اخلط شايف يا دكتور ما انت كمان بتقول لي يا دكتور لا انا بقول لك اخلط هاي الحركه هاي اخلط لقب 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 في الكابتن اللي بحبه وبعشقه فرحان علي البيكاسو البيكاسو الاسمر بيليه خالد سعد أيوة. في الكوبرا اللي سميته الدردور يعني انت سميته انا ليش قلت لك حسان لما قال انه انا بتمرح حسان وخواط اجوا هجموا علي بالعكس صار له لقب ما هو يعني ممكن يجي اي واحد من اي فريق ثاني ويصير لقب اجمل كمان وهكذا يعني شوفي كره القدم كلها اكشن وكلها القاب وكلها مناكفات ولكن ايش يغلفها المحبه يعني روح المحبة رياضيه روح رياضيه لازم روح رياضية تكون رياضيه طيب انا بدي احط السمن بدي احط البصل ونقليهم وهون بدي اسالك شفنا بما انك حكيت انك فيصلاوي ولكن مش متعصب شفنا حرقتك على الوحدات كمان طبعا في لما شاركوا بالاسيا وحدات الهجوم وعبد الله بسمع بالعكس انا كنت خلاص وحداتي والان لما شارك الوحدات في اي بطوله انا وحداتي ولما رمثروا على اي بطوله انا رمثاوي وفيصلي انا فيصلاوي هذا خارجيا متفق عليه شعورنا واحد طب ليه الجمهور وداخليا كمان بنحب بعض قلت لك شغله هي مناكفات تغلفها المحبه بالعكس انا اعشق اداء الوحدات بالمناسبه وبالمناسبه انا في كلمه سر بيني وبين جمهور الوحدات شو هي بجوز المعلق الوحيد او الاعلام الوحيد بالاردن اللي بحضر المباراه بين جمهور الوحدات واللي بين شوطين المباراه بروح بقعد عند جمهور الوحدات بصير جمهور بشرب شاي الثانيه صح إيه؟ على الثانيه على الثانيه بقطع عليه وبشرب عندهم شاي بين الشوطين وبرجع لذلك انا بي علاقه عشق بصراحه بيني وبين جمهور الوحدات وطبعا الجمهور الفيصلي انا منهم بالتاكيد والرمت انا منهم والرماثنا غنوا لك وانا غنيت لهم صح مين اول من غنى للرماثنا وعينا على الدنيا على الدنيا وعينا حب الرمثه ساكن فينا صح ولا لا 100% وبالتالي كلهم يعني شوفي كيف فيصلاوي ولكن انا للجميع هيك بعتبر بس للجميع ابن الجميع ومع الجميع وبفزع مع الجميع وبودف مع الجميع اجمل مباراه كلاسيكو علقت عليها متى كانت اوه لما تقول الكلاسيكو بالمناسبه لما بديت التعليق صغيرا كم عمرك كان لما بلشت تعلق 20 سنه مين علمك تعلق الله يرحمه كان على عزه في الاذاعه الاردنيه معروف واللي صقل الامور طورني محمد المعيدي أوكي. الله يعطيه الصحه والعافيه ابو سيف الغالي ابو سيف الغالي تحياتنا له طبعا ما زالت تكرر حتى الان والتغميسه لا والتغميسه من ايمن تيس صح شايفه كيف شوفي اجمل كلاسيكو كل المباراه القطبين جميله
بغض النظر احيانا عن المستوى الفني، جميله لها نكهه خاصه، لها 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 جو خاص. ولكن تعرفي انا بتذكر مره اول ما بيت بالاذاعه الاردنيه طالع من فايت على الدوام، كان طالع الاستاذ محمد عيدي من الدوام معه مفتاح السياره بعمل فيه، كنا بقول لي عدوان كنت صغير يا مش عارف اسمه، قلت نعم ابو سيف، وانه بقول لي في مباراه بكره الجمعه بين الرمثة والوحدات والاستاذ الحسن في اربد، روح علق عليها. طبعا انا كيفت الرمثة والوحدات، يعني كان كل نجوم الكره الاردنيه. طلعنا يوم الجمعه على المباراه يا ستي، وصلنا اربد، بس وصلت الاستاذ الحسن وانه الجمهور اللي برا اكثر من الجمهور. قلنا مشينا شوي، شربنا ميه، سمينا، قرانا الفاتحه، درجنا شوية، دخلت الملعب قصة. أقسم بالله العظيم الأرض بترج من الجمهور. تصور الموقف أنت كيف. شو بقول أنا شو عملت بحالي؟ خفت يا آه طبعاً خفت، اللي بالملعب فوق 50,000 برا وجوا الله يعني فهمت كيف؟ مباريات الفيصلي والوحدات شوفي كيف، حتى مهما بلغت من العلم في التعليق يعني عتية فهمت علي كيف؟ لكن هذه المباراة يعني أولا بعتبرها مباراة هي قمة كرة دكة الكرة الأردنية. بالمناسبة دائما بقول لهم لما كنت أجتمع مع شباب الدرك والاتحاد والأندية عشان الجمهور هون والجمهور هون، أنا بقول لهم والله لو تخلطوا الفيصل والوحدات مع بعض والله بصار مشاكل. أحسن. إحنا بالأردن نفتخر والحمد لله عمرنا ما صار عندنا لا سمح الله حالة وفاة واحدة من عام 1944 إلى اليوم، وهذا فخر إن جميع لأن الأردني كلهم مثقفين وكلهم إخوان زي ما قلت لك. أنا بشوفهم بيجي واحد حاط ربطة زرقاء وخضراء جايين نفس السيارة بروح نفس السيارة. صح. أنا أحيانا لما يفوز الوحدات وأكون طريقي من القويسمة بفورد معهم، ولما يفوز الفيصلي بفورد معهم. تعرف كيف؟ مرة واحد مصورني بعث لي قال لي مشان الله أرسي على بر. أرسي لك. طب هذا أحلى شيء. طبعاً. عارفين. فرح أخيك. طبعاً. ما في مشكلة. عارفين توجهك وفي نفس الوقت. كلهم غاليين على قلبي وأنا بحكي لك بصدق يعني. تعرف كيف؟ وبجوز علاقاتي كمان بالوحدات قوية توازي علاقاتي في الفيصلي ممكن أكثر أحياناً. صح. على شلون؟ حتى جمهور الفيصلي بيقولوا لي يا أخي أنت أخضر صاير، أحياناً بيقولوا لي بمر من جمهور الوحدات يا أخي صاير أزرق أنت. فهمتي كيف؟ يعني بتعرف جمهورنا بيحب يحكي الحكي اللي بده إياه هو، إحنا بنطرب على الشيء اللي بيقرب يعني اللي إلنا. فيصلي ووحدات حتى لو انك بتعلق عمرك 30 سنه بالتعليق بس تدخل على الملعب غير، يعني غير برتفع عندك الادرينالين بتشوش شوي. صح. فهمتي كيف؟ تشرب لك لترين ميه وانت طالع على الدرج، 4-5 كاسات شاي كبيره. مباراه جميله لازم تكون جميل معها. هلا احنا حنحكي عن اجمل مباراه بالمنتخب بس بالجزء الثالث، بس هلا بدي اسالك بتتذكر مباراه تعبت فيها او كانت صعبه عليك دكتور علقت عليها؟ يعني صار معك فيها موقف صعب عليك كان؟ في مره علقت على مباراه البقعه، ومين البقعه والرمثة، كانه انا بعرف البقعه بلبس بلوزه سوداء والفريق الثاني كان مش عارف هو بالضبط لابس ابيض، بنفس المباراه لبس البقعه ابيض والفريق الثاني اسود. لا والله ربع ساعه وانا ماشي مع الاسود انه البقعه ومع الابيض انه الفريق الثاني، يعني شو من اللعيبه. طب اقول يا اخي مصطفى شحده ما هو بقعاوي انتقل معقول وانا مش عارف، يعني شو صار باللعيبه. بتعرف اكتشفت انه بسام المجالي زميلي بعث لي الت مسج يا ماجد البقعه ابيض، يا ماجد البقعه ابيض. انا اعتذرت من المشاهدين ومشيت، قلت هذا اللي صار معايا خلص. تعتبر حالك جريء بالاعلام الرياضي؟ والله الجمهور بحكم يعني بجوز الأعلق سقفا، أنا دائما بشوت وبرفع وبشوت. أنت علي كيف؟ شوفي كيف لما تكون أنت على حق وبتحكي شيء حقيقي وواقع ومتفق على الجمهور ما بتهاب. فهمت علي كيف؟ بالعكس أنا بحكي عن ألم الكرة الأردنية، ألم اللاعب الأردني، ألم الأندية الأردنية، ألم حتى الاتحاد الأردني، ألم المخصصات للرياضة الأردنية بالبلد بشكل عام. يعني بعتبر حالي إني أتجاوز الخطوط أحيانا. يعني يا دكتور بتحكي للعيبة المنتخب أنا ماجد العدوان عمري 47 وبلعب أحسن منكم؟ لا مو للعيبة المنتخب، ولا لمين؟ الأردنية للأندية. بقول لهم يا أخوان أنتم بتجيبوا محترفين إكسباير من تاني مدتهم. أيوة. بيجيبوا لك لاعب، يعني شوفي كيف أنت لما بدك تجيب محترف يا بتجيب أفضل من اللي عندك يا ما تجيبش. صح ماشي. صح. وما بيجيبوا محترفين يعني شوفي بالدوري بعالم الاحتراف في الكرة الأردنية بتعد 4-5 محترفين طول السنوات كاملة اللي نجح فيها الأندية الأردنية، وبالتالي بيجيبوا لك لاعب منتهي مدته ومش معروف تاريخه في كرة القدم
بقول لك جد أنا عمري 48 سنة بلعب أحسن منه. إذا الشغلة استلم طابة ومرر طابة بسيطة سهلة، لذلك ما عملوا فارق. طب شو الغلط اللي بيعملوه؟ أنا بقول لك ليش شو الغلط من خبرتك. دائما أنا بقول إنه يجب في الأندية الأردنية كلها أن يكون في لجنة اسمها لجنة الاحتراف، وهذه اللجنة تتعاون مع المدير الفني ويجب أن تكون مستقلة في قرارها تماما بحيث تختار المحترف. ولكن أنا ما بلوم الأندية الأردنية كمان بنفس الوقت لأنه ما معهم فلوس يجيبوا محترف ب 200,000 و300,000 وبنص مليون وما إلى ذلك. صح. يعني بيجيب حسب إمكانياتنا. والتوقيت دكتور بالأربعين بالخمسين ممكن بالمية، ولكن يعني برضو أنا يعني إنه ما بلوم الأندية الأردنية. والتوقيت. بلوم الأندية الأردنية بشغلة ثانية ما يسون أنا. قل لي. أنها حتى الآن لم تسوق سلعتها لكرة القدم. كيف؟ ما في تسويق بالأندية الأردنية. ليه؟ ما في لجان تسويق، ما في جذب سبونسرات ورعايات، ما في يعني عمل أفكار جديدة في التسويق مثل التطبيقات، مثل المواقع الإلكترونية، مثل المسابقات، مثل الماركة البراند، مثل الشعار وحدات أو الفيصلي، ما في استغلال حقيقي لهذا البراند. يعني تعرفي مرة علق علي الجمهور وشو دخل كريستيانو بالشامبو وميسي بالبيبسي وما إلى ذلك. أنا شو قلت؟ أنا بقول لماذا، ليش بيبسي بتختار ميسي؟ ليش؟ لأنه أكثر مشاهدة في العالم حتى أن يشوفوا منتجها. صح. وبالتالي أنا بقول لك كل الشركات بالبلد، أنت بدل ما تحط قارمة على حيط لبس نادي تدفع 5-6,000 دينار بالسنة، لا يا سيدي أعطيه إلا نادي وحط اسم منتجك على بلوزة النادي، المباراة 90 دقيقة أو بتنعاد مرتين، بتحكي عن 300-400 دقيقة إعلان مقابل مبلغ زهيد. وبالتالي الوسط الرياضي أو المنافسة الرياضية هي الأرضية الخصبة جدا صح. للإعلان والتسويق. وأنا نجرب هذا الموضوع يعني نجربه يعني وقارب عن في أبحاث عالمية إنه كيف مثلا شوفي قد جاب الانستغرام عند النصر السعودي مع كريستيانو. بلاوي. الناس بقول لك ليش دفعوا ملايين يا عمي، طلعوا حق الملايين، طلعوها بالكلارات اللي باعوها بالتطبيقات، طلعوها بالماركتينج، طلعوها بالتيشيرتات، طلعوها خليها فيها. يعطيك العافية. أنا لازم أعمل مصيبة. رشة من مكان خطير. رشة من مكان خطير. إحنا حكينا عنها، قلت لي لا ميسون غلط. مو معي تتركين الكلمة هاي. ولا قابلة تتركك الكلمة هاي. ب11/11/2011 أستاد عمان الدولي كانت مباراة الأردن وسنغافورة. المباراة الجميلة جدا. أحمد هايل. يا أحمد هايل الله يصحه والعافية. شايفة كيف؟ كركم 11/11/2011 حتى أنا كنت أتمنى أنها تصير الساعة 11 و11 دقيقة و11 ثانية. الله. أقول لك أنا بحب مو سجع ولكن الأكشن بهذا الموضوع. لأنه في مرة مناسبة عالمية فتحوها 9/9/2009 الساعة 9:09 دقائق و9 ثواني و9 أجزاء من الثانية. تصوري؟ يعني حتى الرقم 9 قد إيش تستخدموه؟ صعب بالأخص. حتى أعتقد في بلد عربي. فهمتي شلون؟ هاي وأنا نازل على الدرج يعني رايح على الكابينة بدي أقعد عشان أعلق على المباراة، وإنه واحد كاتب بوست ماجد العدوان ركلة رفيعة من مكان خطير. أيوة. قبل ما أعلق لسه بعدني ما علقت تعرف كيف؟ تمزح. هذا اللي صار يومها بالضبط، حتى يعني محتفظ بيها حتى الآن. بعديها بسكتنا طبعا. هاي المباراة من أجمل المباريات بالمناسبة. بس شهرتك هاي الكلمة مو شوف زيادة. بدي أقول لك شغل، هلأ أنت ممكن تعمل 100 تقرير صحيح تغلط بواحد نسبة 99. صح. يعني هيك طبيعة البشرية يعني. صح. مو متصيد، هيك طبيعة البشرية. والله يا رشفات على الشوارب أنا شايفها. نروح فاصل؟ والله. فاصل ورجعين، خليكم معنا. ورجعنا لكم مشاهدينا أكيد من جديد بالقسم الثالث من برنامج الشف رياضي مع الدكتور ماجد العدوان. دكتور، أنت مين بتحب معلقين رياضيين؟ في كثير. حاليا على المستوى المحلي اكيد محمد المعيدي. مين انظلم على المستوى المحلي؟ التعليق علي الحنيطي، لانه ما بيجي مع بين التلفزيون والتربيه يعني ما بيزبط، فقدناه بصراحه. على المستوى العربي انا متيقن ومتاكد ان افضل معلق رياضي عربي هو ايمن جادة. ايمن جادة، نعم، اللي علق على نهائي كاس العالم اللي كانت ب قولي معي 98 في فرنسا. هو أسطورة في التعليق بصراحة. طبعا في كثير ممتازين، المغاربة، المصريين، الخليجيين، ولكن هذول مميزين شوي. ولكن كل معلق عنده نكهته، عنده جماليات. إذا ما كان في عنده كاركتر حيكون مارق مرور الكرام. عنده جماليات، ما في معلق سيء.
ما في معلق، في معلق يحتاج التطوير أو التغيير أو يعني ممكن ولكن سيء ما في، لأنه يقول يعلق 90 دقيقة متواصل 100 دقيقة متواصل بدون ورقة، ثلاث أربع ورقات مع تشكيلة الفريقين وأكم إحصائية وتخلص 100 دقيقة وأنت بتحكي ارتجالي يعني، فأنت إنسان يعني مميز بصراحة. طبعاً طبعاً وعندك خلفية رياضية كثير، يعني أنت بتحكي عن أحياناً 100 دقيقة، يعني وقت ليس بالقليل. صح 100 دقيقة. طب دكتور بما أنه بنحكي على التعليق، قديش حساس؟ هرجع على الكلاسيكو بس بسؤال، كم بتشوفوا حساس التعليق على الكلاسيكو الأردني؟ شوفي كيف، أي كلمة سواء حكيتها بقصد أو بدون قصد تفسر ضدك دائما، يعني فهمت عليك؟ في ناس كثير بتفهم الموضوع وعارف الصح، ولكن في يعني ناس يعني بيغمض عن الحقيقة أحيانا أو بلف شوية عن الحقيقة. ليش؟ لأنه بجوز يعني متأثر بخسارة فريقه أنت فهمت كيف، وبالتالي زي إيش، زي ما بقول لك يعني أحيانا بحط اللوم على الأرضية أو على الحكم أو على الجو، وبرضه بتعب بعض الناس بتشاموا بمعلق بعلقوا الخساره عليه. صح بقول لك هم متعلقين يا اخي بنخسر احيانا. صح مثلا صح في كثير، هاي في ناس بس هاي بتضايق. لا عادي عادي، في ناس بقول لك لا وجهه نظري غير. نعم. هو راي وراي اخر بدك تحترمه يعني. طيب والمعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي اللي بيغلطوا بقامات رياضيه كبيره، يعني انا بقول شوف كيف دائما، اولا وانت من الناس اللي بتطلع لايفات كثير كمان، شوف كيف، اولا انا بدي احكي قصه مهمه جدا، ما يلفظ أو آية مهمة جدا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل شيء إحنا محاسبين عليه. أنا دائما يعني انتقد، احكي، وصل ملاحظة، ابدي رأيك، ولكن بدون تجريح، مو بس على مستوى الرياضة أو التعليق، على مستوى الإعلام، على مستوى الاقتصاد، على مستوى السياسة، على مستوى العلاقات الاجتماعية، على مستوى الحياة التجارية، يعني دائما اعطي رأيك ولكن باحترام. صح عليك، لازم الاحترام حرام، جلد الناس حرام، أذى يعتبر أذى، وبعدين احنا نتميز بأخلاقنا أهم شيء، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والأخلاق وأثقل الأعمال موازين يوم القيامة. بما أنك ماجد حكيت هاي الطريقة والمفتي ماجد العدوان، أنت بالتعليق مرة نزلوا لي لابس عمة ولحية ويقولك ماجد العدوان يتحول من معلق إلى مفتي. هذا اللي بدي أسألك إياه، كتير ناس بتحكي ماجد العدوان بقعد يحكي علم نفس وطب بشري. أقول لك ليش؟ وآيات قرآنية. نعم نعم، أنا بقول لك ليش، أنا بقول لك ليش. أولا مباراة كرة القدم هي خليط من العلم، علم التدريب، علم التكتيك، صحة، علم التكنيك، علم اللياقة البدنية، علم النفس، وبالتالي هي يعني تظاهرة اجتماعية بيظبط فيها يكون المدرب اللياقة البدنية والمدرب العام ومساعد المدرب والمدرب النفسي والمدرب، وبالتالي هي مجموعة من العلوم في علم واحد. صح، وبالتالي أنا طبيعي لما أجعل علم معين بحب أتناول من كل جوانبه. يعني مثلا بقول لك ايه، قلت اصابه بالعضله التواميه اللي بنسميها احنا البطه يعني بالعاميه، بقول لك ما تجي تحكي في السيولوجي فكنا منك في السيولوجي. طب انا بقول لك اصابه بس، يعني فهمت عليك؟ مش حاكي شيء، حاكي عن اصابه. مره داخل على الملعب بدي اعلق مباراه باخر الدوري، واحد واقف بشرب كاسه قهوه برد علي لما قربت عنده، قال لي المباراه اليوم عن ايش ان شاء الله يا دكتور؟ قلت له عن ايش؟ قال لي عن امراض القلب. قلت له لا والله عن الضغط والسكري. يعني انت فهمتي كيف؟ اللي بحكي طب وبحكي، لانه علم الفسيولوجيا مرتبط بالاداه البدنيه، هو علم وظائف الاعضاء اصلا 100%. والله انا معك. شو ذكرياتك بكاس العالم؟ انت رحت اخذت التمره هاي السنه وطلعت. اول شيء انا قلت بعام 2000 وتتذكري سنحتسل القهوه في بلاد الاسطوره بيلين البرازيل، انا اللي بتذكر ما رحنا، ولكن الله وفقني ورحت على جينيرو، قعدت في البرازيل شهر واحتسيت القهوه في بلاد الاسطوره بيلين بالاولمبياد لحالك. بعدين لما طلعنا من البرازيل قلت راح نزلج بالساحه الحمراء في موسكو بال 2018، صح ولا لا؟ ما زلجنا. والفي 22 راح نروح على الدوحة ونقصدر على الكورنيش نشرب القهوة ونأكل قطب وتمر. ما راح المنتخب بس أنا قلت لازم أروح لأن المونديال القادم بكون أتقاعدت يا خوفي، وبالتالي قصدت حاجة أتمنى أزلج وأكل تمر وأشرب قهوة، لذلك أنا أقول يا رب يكونوا بالمونديال القادم حتى أحلى لما أكون يا رب. يعني يا رب يا رب، لا إن شاء الله وكمان بتكون وبوعد إنك تتأهل على المونديال، راح أحضر مباريات يا بكندا يا أمريكا يا المكسيك يا رب، نفسي أحضر مباراة المنتخب بكأس العالم قبل ما أموت. لا بعد الشر عن يا ست الأمر إن شاء الله بتحضر، وإن شاء الله قريب بيكون إن شاء الله النجاح لمنتخبنا. الله يسعدك. شو رأيك بالمنتخب والتشكيل المنتخب؟ المنتخب الوطني؟ المنتخب الوطني بده شغل صراحة، زي رشوفاتك والله أنا شاهد بدهم شغل صراحة، يعني
دور بتفور دور بمور. شو حطيتي؟ لا لا منيح منيح، بس تعرف شو المشكلة؟ مش لذلك اسمعي شوفي كيف هو بده وقت للسوى بس هذا الحال، الحال المنتخب الوطني انعكاس لحال الأندية الأردنية. لما تكون الأندية الأردنية مرتاحة، بداخل المالية ممتازة، عندها موضوع الاحتراف بشكل جيد، عندها بنعكس على المنتخب الوطني. دائما في كرة القدم بقول لك أندية دوري قوي هناك منتخب قوي، دوري ضعيف هناك منتخب ضعيف. منتخبنا الوطني الآن في ظل اللي بصير قاعد، أول صفا كأس آسيا، الإنجاز أنك تروح لدور الأربعة، صح؟ لأن دور الثمانية وصلنا مع الجوهري بال2004 بالصين، يعني هذا مو إنجاز. دام الإنجاز أنك تحقق أكثر الأعلى، هاي أول نقطة. وأنا بقول في هذا الوضع أنا بتمنى أن يكون النهائي، أنا بتمنى، ولكن في ظل ما أشاهد لن يكون حتى في دور الثمانية. هذا كلام الذكري، واحتفظي بالفيديو هذا، لن يكون في دور الثمانية. إذا أردنا أن نبلغ كأس العالم القادم ميسود، الآن الفيفا لما عمل كأس العالم الجديدة صارت الفرصة متاحة، صح؟ يعني أقول لك على مستوى آسيا، قيمة السعودية وقيمة أستراليا وقيمة إيران وقيمة كوريا وقيمة أستراليا، ترتيبنا عالميا مثلا قيمة هذول حاجزوا، بظل باقي المقاعد ممكن تروح بسهولة إلى كأس العالم، ولكن هذا يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى تخطيط استراتيجي تنفيذي على أرض الواقع يقوم به مجموعة من الخبراء، صح، الأكاديميين وأصحاب الخبرة أيضا العملية، في وضع استراتيجية تخلينا نكون بكأس العالم القادمة وما بعد القادمة وما بعد القادمة إن شاء الله يا ربي. طيب هون السؤال بيروح للدوري المحلي اللي تأخر، شو رأيك بالتعاقدات الجديدة؟ تأخير الدوري إن تبدأ الأجندة مع غرب آسيا هذا أفضل طبعا، ولكن من يتحمل ومن تحمل تداعيات هذه الفترة الطويلة في توقف في الكرة الأردنية؟ لعيبة المنتخبات الوطنية يا أخوان والأندية الأردنية بيشتغلوا على التطبيقات بالتكاسي، يعني أنا ما بقولهم أحسن منهم، لا، كل أنا ما عندي ثقافة العيب بالعمل، مستعد أشتغل أي شغل إلا أني أكون طباخ أبدا ولا أنا وبالتالي هذه فترة عانت الأندية الأردنية من المصاريف التشغيلية، النادي عنده مية وكهرباء وعمال وإداريين في 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 مصاريف، صح، شهرية، عانت من فترة الركود في الأمور الفنية بشكل عام، صح، توقف طويل ما بعطيك مستوى كويس. الآن الأندية بلشت بشكل خفيف مو بشكل جدي، التعاقدات مولعة شوية خاصة من في منطقة الشمال، ولكن أنا بقول يعني بطولة الدرع راح تكون هي حبية استعدادية أكيد، بطولة بشهر ثمانية توقف طويل الانعكاسات سلبية، ولكن نتأمل إن شاء الله أنه بالفترة القادمة ما بعد رمضان نتجاوز هذه التداعيات السلبية وأن نتحرك للأمام بدعم حكومي يا ستي، بدعم يا رب حكومي، مثلا يا رب 50,000 لكل نادي مثلا، لما لا؟ النادي لما يكون عنده 400-500 لاعب بعدهم عن الأكيلة والتدخين والمخدرات ومصقلهم ومصدرهم برا، يعني بعمل عملة صعبة، صح، ليش ما ندعمه كحكومة؟ ليش ما ندعمه؟ هذا هو المشروع اللي دائما بنحكي عنه. طب لمين الدوري؟ الدوري دوري 23-24. في ناس بيقول لك ممكن الفيصلي والوحدات تبقى المعادلة كما هي، اوكي، فيصلي ووحدات ممكن، في ناس بيقول لك انه ممكن يدخل فريق زي ما دخل المرة الماضية حسين أربل بفارق نقطة افرقت معه الامور، في ناس بيقول لك الرمثة عنده عناصر قوية وكذا وكذا، ولكن انا بشوف هيك يعني بالمشهد العام اقول بانه الدوري ربما بنسبه 80% وتبقى 20% مفاجآت على طريق المطار، يا شرق الشارع يا غرب الشارع. ما حكيت اسماء عندي انا 80% صفر 80%، انا بقول اكثر من 80 بس 80%، لاني انا بنشظر انه في بعض الشغلات المراقب من بعيد تكون موجوده، اذا توفرت برفع نسبه 90. أوف. نعم، وبخلي 10% مفاجآت، الناس هجموني العام الماضي لما قلت الفيصلي 90% باقي عندي 10%، ونفس كلامي، وأول العام الماضي كمان هجموني لما قلت لهم الدوري رمثاوي، الدوري بنص الدوري، أنا قلت وأنا بعلق قلت كأس الدوري على جسر النعيمة. أيوة، انت كيف؟ طيب ودكتور، وانا ما شوفي ميسون، انا ما انه مره يبطل فيصلي مره الوحدات مره شباب الاردن مره تنويع، مره رمثا مرة هيك، يعني مع التغيير تنويع. طيب يعني انت بتحكي 80% الشمال، 80% حتى الآن، نعم، شمالي هو شمالي أو شرق الشارع، إيه؟ غرب الشارع، 80% طريق المطار بعد ما تتعدى جسر ناور ظلك ماشي دغري يا اليمين يا الشمال، شجر هون شجر هون غرب الشارع هون شرق الشارع، ما حكي الأسماء عندي أنا، ها ما لازم تمسك علي أي ممسك. طيب دكتور، أحلى نهفة صارت معك بالسفر؟ إحنا عم نختم قاعدين طبعا، سفر؟ آه بالسفر هي رشوفاتنا جهزوا
مرة طلعنا بال 2014 أعلق على أولمبياد الصين في نانجينغ، تبعد تقريبا حوالي 3 ساعات من كوانزو. يعني بتروح من دبي على كوانزو، من كوانزو على نانجينغ اللي هي بالمنطقة الجنوبية الصينية. أوكي. المهم بطلع أروح لما لقينا الفندق لأنه ما ناس حتى إنجليزي ما. أوكي. يعني بتاع كيف أورجيهم الصورة يعني، وكل واحد يوديني جهة. وصلنا بالنهاية أول يوم تعليق. علقت كان حظي انه الفتره الاخيره بالليل، يعني خلصت بتوقيت الصين الساعه 12 بالليل تقريبا التعليق. الفرق ساعات طويل طبعا بينه وبين الصين بتعرف. روحت من المكان التعليق المكان الاسفل، روحنا بدي اروح على الفندق. نانجينغ كلها شجر بتشبه بعض، تشبه بعض. اوكي. كيف؟ وبعدين عندهم الساعه 12 فيش ولا بني ادم بالشارع، فاضي. بصحوا الساعه 5 فاضيه. فاضيه والدنيا كانت شتاء. بقيت امشي حتى الصباح. اوف. نعم. وانا الف وادور. بس انت معروف انك تمشي. اكتشفت الصبح اني بلف حول الفندق. لا والله. من الشجر ومن تشبه بعض. كيف الويبدا عندنا؟ جبل الويبدا حتى الابا خربط فيه انا. اذا ما بعت لوكيشن ما بقدر اصرح بالويبدا. كلها هيك متداخله. اوف. طب دكتور يا مع شجر، تخيليها مع شجر. دو يا ويلي. يعني لو انا مكانك نفس الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بسم الله. بسم الله. بده شوية سوا أكتر. تعليقك، تعليقك الرياضي يعني. جول 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 باي.